أهلا بيكم في يوم جديد من أيام رمضان. إيه رأيكم يوم جديد ونفتح كده هوت وندور في ذاكرتنا وفي ألبوم ذكرياتنا عن أكلة كده كنا بناكلها زمان، يعني الأمهات الجدات بقى الناس زمان عارفينها وكانت أكلة بشواتي قوي، تفتكروا هي إيه؟ النهاردة هنعمل شركسية فريخ. إيه رأيكم؟ هتفكرنا بقى بأيام زمان وهتفكرنا بمسلسلات كنا بنتفرج عليها برضو زمان وكانوا بيقعدوا يقولوا إحنا النهاردة عاملين شركسية. هتفكرنا بليالي الحلمية وبالمسلسلات بتاعت العصر الجميل دوت، ونشوف شركسية الفريخ هنعملها مع بعض إزاي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا أنا دايما مجهزة حاجتي على النار ومسخنة حلالي. أنا مسخنة هنا هوت الحلة، هويها بس سنه كده، انا سخنتها خلاص، هسيبها بس تهدى. بصوا انا عايزه اشوح فيها، مش هشوح الفراخ، انا هشوح جزر وبصل وكرفس عشان احط الفراخ، بس عايزه اوريكم حاجه. انا كل ورك، يعني الورك مشققاه ازاي، وبجيب دايما رشه قرفه وارشها كده ما بين الجلد واللحم، بتنزع اي زفاره للفراخ وبدعكها بيها. والصدر انا بحب اشق الصدر زي السندوتشات يعني كده وما اخلصهوش، دوت بيساعدها على انها تستوي حلو، وفي نفس الوقت بيدخل التوابل اللي جوه الشوربه وريحه المستكه وريحه الحبيان جوه حته الفرخه. انا هنا رشيت كميه قرفه، مش هرش اكتر من كده عشان ما تغمقش الشوربه، بس انا حبيت اوريكم اللي انا عملته قبلكم، بس جربوا الحركه دي بتطير زفاره الفراخ قوي. رشات خفيفه جدا من القرفه. الحلة بقى عندي سخنة، هعمل ايه؟ الأول أنا عايزة أشوح البصل، بس لو حطيت زبدة على طول والحلة سخنة الزبدة هتتحرق، أنا مش عايزة طعم الحرق بتاع الزبدة، أنا عايزة من الزبدة نكهتها كزبدة. فهحط الأول شوية زيت، حبة مش كتير لأن أنا هعتمد على الزبدة، وبرده الزبدة مش كتير لأن هو الفراخ بتنزل دهون، بس خلوا بالكم طعم الدهون اللي بتنزلها الفراخ حاجة، وطعم الزبدة اللي متشوحة فيها فص المستكه ده حاجه تانية. هجيب بقى ثلاث اربع بقى فصوص مستكه، ما تتوصوش، المستكه هي اللي بتحلي الاكله ديت. انا هلحق اجيب الجزر والبصل، البصل مقطعه مكعبات، هحط البصل تقليبه خفيفه، انا عايزه يا دوبك ريحته تبان. وبصوا الجزر انا بقطعه ازاي، حتت كبيره عشان اعرف اشيله بعد كده من الشوربه بسهوله ما يضايقنيش، انا بس عايزه اخد من الجزر حلاوه طعمه، غير انه بيدي برده لون حلو جدا للشوربه. الكرفس انا مش هقطعه صغير عشان برده انا مش عايزه طعم الشوربه يبقى كرفس قوي، انا عايزه اعمل منكهات بس، لكن مش عاوزه اضيف طعم، انا ما بعملش شوربه خضار، انا بعمل بسلق فراخ. هجيب بقى الحبهان المطحون، احنا متفقين دايما الحبهان المطحون يعني ايه؟ يعني حبهان، لورا، روزميري، بجمع الثلاثه كده على بعض واحط رشه كويسه منهم. انا طبعا الرشه اللي انا حطها دي كبيره على انها تكون حبهان، فمحدش يقول انا حطيت حبهان كتير تفتكروا كده فتروحوا تحطوا كميه حبهان، لا انا خلطه الحبهان ده مع روز ميري ومع ايه ومع لورا مطحونه، بحب الخليط ده قوي. بصوا بقى البصله على طول ورقت كده وظهر لها ريحه جميله جدا، والجزر ريحه مش عايزه اقول لكم ليه، عشان انا مسخنه الحله، انا كمان عشان انجز بسخن لها ميه في حله تانية جنبها علشان اروح احطها على طول تغلي واحط الفراخ وابقى انجزت، يعني دايما نعمل كده، ما عندناش مش متاح قدامنا غلايه نغلي فيها الميه، بما اننا احنا هنا في رمضان عايزين بقى نفتكر قد ايه امهاتنا كانوا جداتنا بيتعبوا في الاكل، ما كانتش كل حاجه سهله وميسره ليهم، تك في الخلاط، تك في مش عارف ايه، فبنحاول كده واحنا بنفتكر الذكريات بالاكل برضو نفتكرها بالادوات، يعني نشتغل كده هوت بروح زمان. الحله هتنفعني، انا هستخدمها في حاجه تانية، هعمل فيها الرز. انا هنا بقى هغطي، هتغلي، هروح حاطه الفلفل وهحط التوابل وهحط فيها الفراخ تتسرق. دلوقتي بقى انا هجيب الحله دي اللي كان فيها الميه، عارفين انا استفدت ايه؟
استفدت، انا غليت الميه وحطيتها وسخنت الحله، لما اجي اعمل الرز هيتعمل معايا بمنتهى السهوله. هجيب برده شويه زيت عشان انا عايزه طعم الرز اللي يطغى عليه الزبده. يعني انا دايما بقول انا بحط زيت اكتر في الاكل وبستبدله بالزبده، بس في اكلات اللي هي التقليديه قوي هي اللي المفروض بتتعمل بحاجه معينه بعملها بيها، بس بخفف شويه. يعني هي المفروض بقى مش بزبده، المفروض بسمنه، السمنه ما فيهاش لبن فما بتتحرقش لما بتتحط على النار، انما الزبده فيها لبن فهتتحرق. فانا هحط زبده، يعني انا عامله كيلو رز فهحط عليه تقريبا 4 معالق علشان يتوأموا مع الكيلو. انا بقى عامله ايه؟ انا مجهزه شوربه، هو المفروض انا هاخد الشوربه بتاعت الفراخ اعمل منها الرز. انا عشان انجز وما اعطلش وقت الحلقه عملت ايه؟ جهزت شوربه عشان اعمل بيها الرز والرز يستوي في وقت الحلقه. يعني شوربه كانت عندي من الاول، احنا دايما نعمل كده لما يكون عندي عزومه، لما اكون مثلا سلقه فراخ، سلقه حاجه والشوربه كتيره، اروح شايله جزء منها في الفريزر، هاجي بقى بعد كده اهوت وانا بطبخ بعمل اكله زي دي، الشوربه الجديده هتنفعني، بس اخد الشوربه اللي عندي من الاول انجز بيها، اعمل الاكله اللي مستنيه الشوربه في نفس الوقت، يبقى انا كده وقفت نص المده، والشوربه اللي هنا هتنفعني برده في اكله تانية، هتوقفني نص المده في اكله تانية. هقلب بقى الرز. بصوا رز الشركسية مش مهم يتشوح قوي، لان هو المفروض انه رز يعني الى حد ما طري شوية، بس انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا عن نفسي ما بحبش اكل الرز طري، وجربت اعملها باني انا اشوح الرز وما يبقاش طري واديله مقداره الحلو وياخد طريانه من الصوص اللي هيتحط عليه بتاع الشركسية، فلقيتها حلوة، ولقيت انا باكل الرز وانا راضي عنه. ففي النهاية الاكل ده احنا بنعمله لمجموعة من الناس متوائمين دايما في الذوق، يعني مثلا اسرة واحدة اصحاب، فدايما ذوقهم في الاكل واحد، فاللي بيحب يعمله رز شركسية يعني الشوربة محطوطة ويدلق فيها الرز والرز يبقى كأنه مسلوق ماشي اوكي، انا بحب اشوحه. يبقى في النهاية الاكل قلنا ايه؟ مزاج. بصوا بقى الشوربة عندي هنا غليت ازاي، هروح حاطه قطع الفراخ. قطع الفراخ دي بقى خلوا بالكم بعد كده هنشيل الجلد من عليها وهنفصصها، هي يعني هي الشركسيه بتتحط بتبقى ايه، احنا بناكل كده لحم صافي. هحرك كده الفراخ بس كلها تدخل جوه الشوربه وهغطي بقى وتعيش الفراخ مع نفسها وتستوي وانا بشوح الرز بتاعي. خلوا بالكم وما تعملوش زيي، دايما اقول خلوا بالكم واتلسع، الحلل اللي ايديها حديد لازم نمسكها بفوطه قطن او بمساكيت، انا عن نفسي بفضل الفوطه القطن بصراحه، يعني بحب كل حاجه كانوا اهالينا بيستعملوها. بحب التجديد وبحب قوي كل حاجه يبقى شكلها جميل، وبحب ازوق الاطباق، بس تزويق الاطباق ملهوش علاقه، يعني ممكن نبقى يعني ليا ناس اعرفهم في الريف وكل الامكانيات بسيطه وبيقدموا في كل الاطباق بسيطه، بس الطبق متزوق بطريقه جميله جدا، فهو ده الجمال ان احنا ندمج يعني ذوقنا ورقينا في الحاجه مهما كانت الامكانيات. وبعدين انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان كل ما قربنا من الارض وقربنا من الزرع وكل ما بيكون عندنا رقي في الذوق، الالوان الخضراء والطبيعه، انا قررت رمضان عندي يكون حوالين كل الطبيعه عشان كده هوت، ويكون في ريف بلدنا المصري، يعني بكل محافظات مصر، يعني عايزه احس بالريف في كل المحافظات، ف بحس ان اللي بينمي الذوق عند الناس والجمال اصل الاشياء، واصل الاشياء دايما الارض والزرع. فانا شايفه ان كل ما قربنا من الزرع الاخضر ومن الارض كل ما كان عندنا كده قلب جميل واحساس راقي وزوقنا اطباقنا بشكل جميل. انا الرز هنا شوحته، هسقيه بقى بالشوربه اللي انا مجهزاها له. بنحط لكل كوبايه رز كوبايه شوربه، لو عايزين نزود شويه هنا على اساس ان احنا عايزين الرز يبقى طري شويه مفيش مشكله.
خلوا بالكم الشوربه فيها ملح، يبقى عشان كده ما حطيتش ملح مع الرز وانا بقلبه، واحنا صايمين مش هنقدر ندوق، فهعمل ايه؟ هحط كميه ملح قليله مش كتيره، يعني المفروض كل كوبايه ليها معلقه، هنا الشوربه فيها، فانا بس حطيت حبه توائم الرز اللي اتحط في الشوربه، يعني النشا اللي هتخرج من الرز اكيد محتاجه كميه ملح قصادها، وهخلي دول عشان احتمال احتاج ازود برضو بيهم، وهسيب الرز على النار بقى يغلي واوطي عليه، واسيبكم واطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني عشان انا مستنياكم.